صحيفتان أسترالية وأمريكية تكشفان عن فضيحة فساد كبرى تتعلق بالعقود النفطية. مئات الملايين من الدولارات دفعت رشاوى لموظفين كبار من وزارة النفط. الوزير السابق حسين الشهرستاني كان على رأس هرم المتهمين بهذه القضية، الأمر الذي دفعه لإقامة مؤتمر صحفي لتبيان ملابسات ملف الفساد هذا. إنني لم ألتقي أو أتعرض أو أتصل سواء هاتفيا أو برسائل إلكترونية، لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسيط ولا بأي شكل من الأشكال، لا خلال هذه الفترة المذكورة بين 2010 و2012 ولا قبلها ولا بعدها بأي شخص من هذه الأشخاص، لا بشركة أون أويل المملوكة لهذا الإيراني، ما أعرف أي واحد بهم ولم ألتقي بهم. كل ما سمعت عنهم تقرير في صحيفة أسترالية وفتحت تحقيق في حينها، ولكن لا أعرف عنهم شيء مباشر ولا أعرف أي شيء، لا عن باسم ولا عن أحمد الجراح، ولأول مرة أسمع بهذه الأسماء في هذا التقرير. باسل الجراح وأحمد الجبوري هما الشخصيتان اللتان لعبتا الدور الرئيس في هذه القضية، وهما من أثبتت الصحيفة الأمريكية رسائلهما الألكترونية، وهذا ما دفع وزير النفط السابق حسين الشهرستاني لمطالبة الحكومة العراقية والجهات الدولية بضرورة إحضار هذين الشخصين لمعرفة خفايا هذه الفضيحة. الصحيفة الأمريكية حصلت على نسخ من رسائل إلكترونية متبادلة كما ذكرت بين موظف في يون أويل وبين هذا المواطن العراقي أحمد الجبوري. لابد للحكومة العراقية بأجهزتها المعنية أن تطالب الآن الصحيفة والمؤسسات المناظرة الدولية للتعاون على كشف حقيقة هذه المزاعم التي وردت في هذه الصحيفة. أبواب الاحتمالات بقيت مفتحة على مصراعيها في هذه القضية، ولجنة النفط البرلمانية دخلت بقوة على مسار التحقيقات، الأمر الذي يشير إلى أن الأيام القادمة ستكون حبلى بمستجدات هذه الاتهامات التي لا بد أن تكون لها نهاية واقعية بعيدة عن كل أشكال التدليس. فراس الفوادي، بلاد الفضائية، بغداد.